هذه الانطلاقة ونسير مع هذه التحديات المثيرة، ونتعرف أيضا على هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط من خلال تواجد أيضا الشعارات، أيضا شعارات المؤسسات وشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ. ومرحبا بالجميع في مهرجان سمو ولي عهد دبي، مباشرة إلى الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يدير عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني وصلت هناك احتراس لهجن الرياسة، راشد بن محمد بسم المنصوري يقدمها، بينما النقلة إلى هملولة في المركز الثالث لهجن الرياسة أيضا يتقدم الظافر علي بن يمي اللوهيبي. المركز الرابع الشاهينية لهجن ند الشبا وسالم بسعيد في عملية التضمير. نقلة مباشرة إلى المركز ايضا الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات، وفي ايضا تدخلت اللي هي شاهينيه لهجن الرياسه احمد بن مايد الخيالي يضمرها، بينما الدخول من الزاويه الاخرى لنجد هناك ايضا وزن لهجن الرياسه، وراشد بن محمد بسم المنصوري خذت المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع هناك الوثبه لهجن الرياسه ليتقدم ايضا مع هذا الشعار سلطان بن محمد بسالم الوهيبي، ياتي ايضا ويقدم لنا الوثبة كما قدم لنا شاهين صاحب التوقيت الأفضل في هذه الأمسية. بينما الوصول من الشاهينية لهجن ند الشبا يتقدم سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب، وصل المجازف من قدم لنا العاصمة في هذا المساء في أول أشواط هذه الأمسية الرائعة، يأتي المجازف ليقدم لنا الضبي في هذه اللحظات. وهناك أيضا دخول آخر من شعار هجن الرياسة ومحمد عتيق بن زيتون المهيري، المجازف يقدم هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة هنا في هذه الأمسية من خلال هذا التواجد ومن خلال هذه أيضا الانطلاقة الجميلة والمميزة. هكذا النتيجة، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة والمركز الأول. أيضا هملولة اللي غيرت الصدارة، هملولة اللي غيرت المركز الأول من هجن الرياسة. الظافر علي بن ميل الوهيبي يقدم هملولة على المركز الأول، بينما احتراس على المركز الثاني لهجن الرياسة. راشد بن محمد بسم المنصوري، تحركت الشاهينية من هجن ند الشبا، وسعيد بن سالم يتقدم، ولكن الوصول من وزن هجن الرياسة. أيضا قدوم راشد بن محمد بسم المنصوري يتقدم المستحيل، والوصول الآخر من الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يضمرها. وصلت هذه اللحظات الوثبة لهجن الرياسة، وبالتقدم القوي وبالتحدي المثير ما شاء الله. هناك أيضا هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي، وصلت الضبي لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الشاهينية أيضا تدخلت من هجن ند الشبا، وسعيد بن سالم يضمرها، ولكن هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هذه الأسماء القوية وهذه التحديات المثيرة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى المركز الأول. هناك هملولة على الصدارة، هملولة على مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى، هملولة الهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، بينما أيضا تحركات الضبي لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلت أيضا الشاهينية لهجن ند الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. يا سلام، وصلت الشاهينية الأخرى لهجن ند الشبا، وهناك سالم بن سعيد يضمرها. أيضا وصلت في هذه اللحظات هجن الرياسة مع المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والوصول من الوثبة لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي يقدمها. وصلت وزن لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، وهملولة المتقدمة أيضا اللي خذت المركز التاسع لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي. وصلت هجن العاصفة من خلال تواجد أيضا الشاهينية وغيات الهلالي. هذه النتيجة، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، الكيلومتر الأخير.
المثير، الكيل المثير، هناك هج النادي شبا وهج الرياسة، ثلاثية رياسية ثلاثية أيضا هناك مع هج النادي شبا، هج الرياسة أيضا تتقدم من خلال تواجد الظبي وهملولة، وصلت هج العاصفة، تحركت هج العاصفة، تحركت هج الرياسة، الكيلومتر الأخير، الأمتار المجنونة، التحديات المثيرة ما شاء الله، تحركت هملولة لهج الرياسة، الظافر علي بن ميل الوهي به، ال 600 متر الأخيرة، أيضا الإمتاع، أيضا الإمتاع مع هذه النوعيات، الظبي، الظبي، الظبي غيرت المركز الأول، الظبي الفلا، رمز العطا، تتقدم والعصافة الأبطان، هج الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يا أرض احفظي ما عليك، ما شاء الله، تهانينا من الأعماق لهج الرياسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تهانينا، سلام إلى اللون الأحمر، سلام، سلام إلى مؤسستي هج الرياسة على فوز الظبي بهذا الشوط، تهانينا والناموس للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، لحظات الوصول مع ظبي الفلا، رمز العطا، المركز الثاني هملولة الهج الرياسة، المركز الثالث الشاهينية هج نادي الشبا، المركز الرابع الشاهينية هج العاصفة، المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة، تهانينا والناموس، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، إذا الظبي هي صاحبة هذا الشوط، عاشر أشواطي هذا المساء، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري حيث قطعت المسافة 7 دقائق 23 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس، المركز الثاني وصلت فيه أيضا هملولة من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل اللهيبي حيث قطعت المسافة 7 دقائق 26 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الفوز، المركز الثالث الوصول والدخول أيضا ب7 دقائق 27 ثانية جزءا واحدا من الثانية، كانت هناك شاهينية من هجن نادي الشبا، تهانينا وناموس، والتهاني موصولة لسالم بسعيد، تهانينا للجميع.